الإنسان اللي لا صلاة لمن لم يقم صلبه، يعني ما يقف عدل، وهكذا بالنسبة للركوع والسجود. أما إذا ما استطاع أن يقيم صلبه يصلي من جلوس، إذا ما يقدر يوقف ظهره يوجعه أو أي شيء، فإذا لا يقدر يوقف ويقدر يركع ركوع عادي لازم يركع، ما يقدر يسجد، ألم ظهر عنده، ألم رجلين عنده، أي شيء، هذا يقعد على الكل، يوقف يكبر يقرأ الحمد والسورة أو في صلاة الجماعة يسكت ويركع ركوع عادي، بعدين يقوم من الركوع لأنه ما يقدر يسجد، صعب عليه، يقعد على الكرسي ويومي إيماء، يعني شوي ينزل راسه ويغمض عيونه استحبابا، ومو واجب يخلي التربة على جبهته، مو واجب، حتى لو ما يخلي ما يخالف، بس الأفضل أن يخلي تربة على قصته على جبهته، هذا إذا ما يقدر. أما إذا تعبان للسفر أو تعبان للشغل، وإذا إلى آخر الوقت ما يقدر أيضا يصلي على الكرسي. أما إذا لا، لو ينتظر إلى آخر الوقت يقدر يصلي تمام عادي، لا أول الوقت ما يصلي.